الناس جيران عبد الله العشرة وثمانية دقائق مع الناس من إيافام أحلى راديو، معكم أسامة سعفي في تعويض زميلتي جيهان بن عبدالله. باش نمشيو بكم الرادس مع محمد علي الفرشيشي، نشوفوا شنية الأجواء في سوق رادس. ظهر لذي السوق الأسبوعي متاع رادس. صباح النور محمد علي. صباح الورد والياسمين ليك ولكل المستمعين. مرحبا بيك أسامة، مرحبا بيك هكا في قدام الكاميرا، خليني نقول قدام الميكرو قدام الكاميرا. اي احنا في رادس. رادس تعرفها بلاد عندها برشا تاريخ. الاسم الاصلي هي مكسيلا دو راتيس، وتقريبا هي من اول المواني التونسيه اللي تعملت رادس. هذه رادس عندها عديد اسماء اللي موجوده لهنا، لكن اليوم مانيش نذكرها لانه اليوم نهار ثقيل شويه الحقيقه وموجع بالنسبه لنا. اليوم معناها رستاديا اللي هي حومتي ونعتز بها، اليوم تفقد واحد من خيرة الأبناء متاعها، عبد العزيز العياري اللي توفى معناها بسكتة قلبية، وكان وحده في الدار معناها يثقوا به بعد نهارين. كانت خبر موجع برشا الحقيقة. ربي يرحمه، ربي يرحمه ويصبر عائلته وكل أصدقائه. دونك احنا جينا الرد باش نبدأ أنا بالتفاح اللي يقول لي بدينار لهنا و500 وبالفرز. ها يا شباب بالفرز لهنا ب1500. رخيص ب1500، سعر مناسب. اما شنية اموره؟ والله راهو خلينا نقول لك حاجة يا أسامة، معناها تنجم تفرز، ها تجبد كعبات، تجبد لازم تاخذ كيلو نظيف. باهي توسع بالك تاخذ كيلو نظيف. هذا سعر شعبي راهو دينار و500. فوالا زميلي قال لك هذا سعر شعبي راهو. هاي حاجة خذ لنا عايشك ربي يفضلك. هاي خذ لنا عاد قد ايه كيلو ولا اثنين؟ والله ما نعرف على 500 تشري حتى 3 كيلو. برا قال لك حتى 10 كيلو مدام استغل الفرصة. خلينا نشوف البطيخ لهنا قد اسمه البطيخ اليوم. دينار و800 كيلو بعد 2200. دينار و800 بعد 2200. يا محمد علي البارح خذيته الكيلو على 1500 هنا البطيخ لا محالة. اما دينار و800 مش بعيد برشا. هي هذه لافامي راهو، معناها لافامي تقريبا اكثر من 90% تلقاها حلوه. هذايا ب 5000 مين خنزوق مالك يقول تحلى غلط. شنو هو اللي ب 5000؟ راهو انا باش نذوق ونفهم يلزمني ثلاثه اربعه. ربي يفضلك. شكون معاك محمد علي؟ صبري معاك. صبري معايا. صبري كادرين اخويا الغله والاسوام، خلينا نفهموا على شنو يحكي. الغله يا صبري قاعد يكدري. اي يعني نتبع معاه. الانجاز. هذه ب 5000 الخوخ 3.5 والعنب غاديك 5000، العنب ب 3000 والتفاح ب 2500 مليم. عايشك وبيك ربي يفضلك. عايشك باش تاخذنا شويه عنب ولا شنو؟ شويه مغالي شويه تفاح. هو 2500 هو حتى 2500 هذاك هو اي ينجح. ها هو يا اسامه هو التفاح 2500 ما يبعدش برشا على الاخر يا محمد علي. ما يبعدش برشا ينجح. صبري نمشيو هكا ولا نمشيو هكا؟ شنو وريك برا نمشيو غادي. شوف لنا الخضره، شوف لنا الخضره محمد علي. انا ماشيين للخضره. ها والبصل هنا ب 600 مليم. ما تعرف اليوم النهار الثاني راهو معناتها نص النهار يلم السوق، دونك باش تلقى الاسوام بدات تهبط. باهي الاسوام معقوله طايحه شويه. باهي مع ممتازه تسمى. انا ديما نقول حاجه يا اسامه، هذوما الاسواق الاسبوعيه ينجموا يكونوا كاتاليزور نتاع اسعار. لو كان البلديات تهبط من برجها العادي وتولي هي اللي تسير في معناتها هي اللي تشرف على الاسواق هذيا. وليت امنيه هذيا. دينار و200 ولد القمره غاديكا. دينار و200 تعرفها السلاطه نتاع القراع الاخضر هذايا تجي على ما بالنا خاصه بشويه هريسه. انا نعرف القراع الاخضر هذايا نحبه مقلي انا بصراحه. مقلي بنين خاصه مع اي سيدي مع البيتنجان يجي بنين برشا. بيتنجان يجي مدربل. بقداش البيتنجان؟ البيتنجان بدينار و200 هاو. مدربل متعرف مدربل. يعني نبرمج لو كان نجيو من بعد باش نلقاوها يزيد يرخص. ها الفلفل لهنا بزوز دينارات وهكا خل مدك البلاك ايجا هنا. حلو ولا حار هذا؟ حار هذا باهي. حار بلشي حار حار. ما خزرت ناس بكري كانوا يقولوا حار، يا ما حروا داخل الحمام بسروا.
زين. ولا هذه يقولوا ثمانمية مزيانة يا خليقة مولانا. ما شاء الله. هيك دينار وخمسمية مليم. والله سوق شعبي واسوام شعبية معناها مش غالية برشا مقارنة بأسواق أخرى. اي للمراح يلزمني نرجع لك دار العمدة. دار العمدة دار العمدة اي نعرفها. نحكيو على نحكيو على الدار اللي هرب منها برقيبة في الدهليزة. في المراح هذيا. انسان في المراح اي. تاريخ. تمشي للمراح الدار هذيا بجنب الحمام. وكان وقتها بورقيبة محاصر والجيش الفرنساوي في جرته دخلوه للدار هذيك والدار فيها الدهليز يخرج على البحر. نعرفها يا محمد علي. المزاج يخرج والفرنسيز دخلوا للدار ما لقاوش. هذه المراح تعرف رادس كلها تاريخ. رادس يا عبد العزيز العروي الله يرحمه. عسلامة. قداش سناية دينار واللي باش يعملوا مقحورية قداش تحسب له دينار؟ هاو بالله يا اخويا قد ايه الكيلو؟ الكيلو بدينار والكعبة غادي بخمسة الاف ولفامي بقد ايه؟ الكيلو بالفين لفامي. هاي اسمعني هاني جايك هذي قالك بخمسة الاف بدناع الكعبة بخمسة الاف مهما كان الميزان. مهما كان الميزان بس نعرفها حلوة ولا مش حلوة بالطابع ولا مش بالطابع. ها يا سيدي يا ولد الجمرة بسبعمية فرنك. سبعمية كهو يعني قلت لك هنا سوق شعبي هذا. هاي والبرج قراعة غادي كالدينار ها هو يلا ها هو 700 والكيلو نص دينار. كيلو مال الله يصلي على النبي. اي صبري اي حتى الحوارات موجوده اي الفحات كل شيء موجود كل شيء والبقول 1800 الجوزه ب 40 دينار هذه المكسره. بارا صبري شوف لنا الفستق توا الميسره نتاع الفستق. اي توا الميسرة هذيك في 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 قفصة في قفصة اي كان نمشيو القفصة ونلقاو الفستق معناها بأسوام من المنتج للمستهلك. اي نورمالمون سلام اهلا بيك يا حبيبي. خلينا نعملوا دورتنا هكا نتاع الاسعار مكتوب عليه بلاك انت اسعار هنا هاك ملك السوق هاك وينو هاك اللي يزيد ويلحق في السوق هدايا هذاك اللي يحق في السوق زعما ارجع احكي لك كيفاش تحفظ يا قداش القراع دينار البرج بدينار البرج العبيد شنو رايهم دليل العبيد شنو رايهم في الاسوام العبيد شنو رايهم في الاسعار اليوم كنشوفوا شكون في قديم لنا بدينار اي شنو احوال السوق اليوم باهي ولا ليه بنتي ها بنتك ايه تبارك الله حاجه لا مش حاجه مش مشكله باهي باهي نسال انا ما قلتش باهي قلت باهي ولا لا انت شنو رايك ما فماش قدره ما فماش حاجه مش مضمون حاجه بالك على خاطر اليوم النهار الثاني في راس ولو نصف نهار الثاني تبدا كل شيء يخيف كل شيء يبرد تو كل شيء مفقود يعني شنو يلو شنو المفقود مثلا شنو ما لقاش يعني شنو تركز تو نقول لك انا في التدريب انت ودي بليت البطاطا كانت البطاطا ب 800 صفحه 18% 18% موجوده حتى ب 2000 من برا اما خلينا نقول لك البطاطا تو راهو الانتاج نتاعنا مش موجود تو البطاطا ركحت خلينا نقول لك حاجه ركحت 18% على خاطر ثم توريد من مصر علاش ما يشوفش عمر اللي حتوه زي ولا هذه المعطى الكبير بالفيش كل شيء ولا نجيبوه فيه من برا اصلاش ما نعرفوش نعيشوا نورمالمون نورمالمون ناكلوا حز غنى وناكلوا حز نورمالمون فيش ما فيش كل شيء كل شيء من مصر انا قلت لك انا اي كل شيء ورجل منا انا كان ما جبناش البطاطا من مصر ريتها ب 2500 مثال نقول لك سلام اي نختموا معاه محمد علي خلينا الله يبارك في تراك نلخصوا هالجولة مع كلمتك الشهيرة والله هي كلمتي توا معناتها يمكن نكمل بها كلام خونا هذايا
ديما نقول ان شاء الله ربي يجريها على الصلاح هذا اللي بيه الفايده يصافوا الله هي العمليه زينه كان تو توينس الكل يحط يد في يد الكل يزينا ما كركرنا ويزينا ما كرفنا ان شاء الله من كل شيء ان شاء الله هي تو ان شاء الله يا رب البلاد تشوف ايش تقول ان شاء الله يا رب امني يدي هذه تو كان جاوا على تملينا شنو ولا مرسي محمد علي مرسي مرسي على الجولة وشكرا للمواطن اللي معاك كما تقول انت ان شاء الله ربي يجريها على صلاح هذه الاسعار كانت من سوق رادس الأسبوعية شفنا يعني اسعار معقولة نوعا ما مقارنة باسواق اخرى اذا سوق شعبي تقريبا به كملنا جولة مع محمد علي هات نمشي ولي فاصل اشهري ونرجع نحكي على حريق جبل النحلي مع الناس جيال بن عبدالله مثل الجمعة من 9 ل 11 متاع الصباح على إيفان أحلى راديو العشر أو 20 دقيقة من إيفان أحلى راديو مازلنا مواصلين في مع الناس من توه حتى لل 11 باش نحكيهم بعد على الحريق اللي انشب في جبل النحلي شنية جهود الحماية المدنية في السيطرة على الحريق هذا ولكن قبل نمشي بكم النابل نتفكروا مع بعضنا البركاج اللي صار يوم التالي لشحنة السميد دونك عبيد قامت بالسطو على شاحنة متاع سميد ولكن السلطات الأمنية في نابل والحمامات قامت بمجهوداتها على الأقل يعني ردع هالمخالفين ردع العبيد اللي ساهمت ولا نفذت هالبركاجة ذي وقامت بحملة من المداهمات وحملة أمنية موسعة على مختلف المظاهر المخلة بالأمن العام في نابل والحمامات معنا مراسلنا من غادي منتصر سيسي نعرفوا مع آخر التفاصيل الأمنية في الجهة صباح النور منتصر نهارك أسعد الأيام نهاركم دقلة وحليب بتبيع كما كنت تذكر الوحدات الأمنية أول ما جات وطلقت الأخبار على مفاد نهب الشاحنة هذه اللي كانت تهبط في سميد والفارينة في واحدة من الديبوات اللي تابعة أحد المخازن في الجهة واللي هي بالتحديد تابعة واحد جروسيست يهبط في المخزن هذاك ثم يقوم بنقله بعد وتوزيعه على لي بوينت فونت نتاعو من وقت اللي تلقات الوحدات الامنيه بالحمامات المعلومه هذه تم تسخير زوج وسائل معناتها للامن تم معناتها الاحاطه والسائق خاطر تعرض للعنف من طرف اللي قاموا بنهب الكاميون هذايا بركاش باستعمال العنف معناها هي هو سمع عنف خطر هو سائق الشاحنة تم حاول يمنع الجحود البشرية خلينا نقول الجحود البشرية خطر عدد كبير برشا عباط برشا برشا هدع كاميون دونك هددوه بالعنف وفما شكون حتى ضربوا داك لي باليت اللي يحطوا عليهم سمير بحد ذاته دونك طلب 197 تحاولت الوحدات الأمنية تم مرافقة الشاحنة بعدها بتبيع بتحرير محضر ومعرفة أكثر التفاصيل في مركز شرطة الحمامات بعدها بتبيع العمل الأمني تعرف ما اختصرش خاطر العمليه اخذت بعد حتى دولي وشفنا حتى وسائل الاعلام اجنبيه اخذت الموضوع هذايا بجديه خاطر السنه السابقه من نوحه حصلنا في الحمامات مانيش مسياسين بالمظاهر هذه منتصر بصراحه شنو بركاج لي شاحنه نتاع سميد باش نوليو نبركيو في شاحنات المواد الغذائيه معناها المساله بصراحه خطيره وخطيره جدا دونك الامن تصرف بحزم شنو هي الاجراءات اللي اتخذتها السلطات الامنيه في الجهه الإجراءات تعرف القراءة الأمنية اللي يمكن نجمنا نعرفوها وإلا بعض المصادر الأمنية أكدت لنا أنه بمعتى حصر الشبهة ديجا في بعض الأشخاص المعروفين في الجهة غديك أول حاجة سنين استعانة بعديد من كاميرات المراقبة في الجهة غديك تم الحصر الشبهة في مجموعة معينة تمت مداهمة المنازل نتاعهم بطبيعة في الليل المخر شوية في حدود نص الليل مدى ساعة متاع الليل وضبط الكميات هذه موجودة في كوجينات نتاعهم معناتها كوجينة الدار نتاعهم بعد استئناس معناتها بإذن من النيابة العمومية وبالطبيعة توسعت الأبحاث مع المجموعة اللي تم إيقافها في المرحلة الأولى باش يتم إيقاف مجموعة ثانية وإصدار مجموعة كبيرة من برقيات التفتيش في حق مجموعة أخرى ما زالت متحصنة بالفرار وما زالت الوحدة الأمنية تخدم عليهم وتم تعميم كما قلت لك برقية التفتيش هذه في عديد من المراكز الأمنية باش يتم معتها إلقاء القبض عليهم بعد استكمال القراءات الأولية والأبحاث الأولية ثم إحالتهم تقريب غدوة بعد غدوة تقدير على أنظار القضاء. أنظار القضاء عندكش عدد حسب تقريب قد يشتم إيقاف من واحد إلى حد هذه جديد وصلوا حتى 18 إيقاف لتو 18 إيقاف ماني عدد كبير هذوما أشخاص طبيعيين معناها مش تجار ولا حاجة معناها عباد لا مش تجار ناس عباد عنده حوانة عنده ديار عادية ناس فما شكون عنده حانوت صغير فما شكون عنده حانوت نتاع ملاوي دونك كل واحد وشنو واحتياجاته للسميد والفارينة معناها الأغلبية معناتها معناتها إنسان معناتها عباد عاديين
للاستهلاك الشخصي. الاستهلاك الشخصي اما تعرف بالضبط. ان حمامات نابل حسب ما حكينا حتى مع بعض الكواشه تشهد نقص كبير على خاطر حتى عدد نتاع المصطافين كي تحسبها بارابور المتساكنين يوصل فواسات وفواويت. صحيح. دونك لهنا يمكنش حتى الاداره الجهويه في نابل ما قرتش حساب الارتفاع هذايا، وخاصه انه العاده نتاع العوله موجوده برشا برشا ومعروفه بالكدا كالسوال حلالم ولا الكسكسي ولا المحمر. اي باش نعملوا العوله نقوموا بعمليه سطو على شاحنه نتاع سميدو فارينا. هذا امر اي انت تفسر لي نعرف انت تفسر لي في الاسباب. انا ريت اللي نابل والحمامات معبيه اكثر من اللازم، فما عدد كبير من المصطفين من اللي نقولوا احنا الخلاعه اللي يجيوا للخلاعه في نابل والحمامات، دونك الطلب كبير على الفريكاسي على الفطاير على الملاوي على الحاجات من نوع هذايا، دونك فما نقص في ماده السميد والفرينه في نابل والحمامات. البلاصه اللي صارت فيها الحكايه البراكاج هذايا والمداهمات الامنيه وين بالضبط منتصر؟ هي الطريق الحزانيه حمامات نابل بالضبط. بالنسبه للحي تعرف لي يمكنش لاسباب نتاع معطيات شخصيه وكل شيء. لا ما المفيد وضحنا شوف الطريق اختنا من الحي، ولكن الطريق الحزاميه هذه حسب انا معناها نشاطي في اعداد الحلقات نتاع مع الناس وكانه اصبح نقطه سوداء في مدينه نابل والحمامات البلاصه هذه بالضبط. بالفعل هو بفتره فترات معناتها وقع في حتى رشق سيارات الحجاره في ساعه متاخره من الليل باش يقفوا باش تقع عمليه البراكاج ولا السلب نتاعهم. سبري يقلق شويه الساده معناتها المستعملين كيف هذاك، بالرغم المجهودات الكبيره نتاع الوحدات الامنيه اللي معناتها توفر في الدوريات مستمره على مدار 24 ساعه في الجهه هذيك، لانه تعرف المنظومه الاجراميه قاعده ماشيه وتتطور في تونس. دونك ولا ثم استرشاد خلينا ناخذ المصطلح الامني نتاع المجموعات هذه، يعرفوا من وقتاش خرج وين مشات الدوريه وبالتليفونات برشا موتورات الدور غاديكا. دونك المنظومه نتاع الاجرام قاعده ماشيه وتتطور، ولهنا بتبيع الوحدات الامنيه ماشيه وتتصدى خاطر قاعده تتبع وتعمل في الميزاجور نتاع العمليات اللي تصير في الجهه غاديكا، يبذل اقصى مجهود وديما تبقى مشكله الكليفكتيف ومشكله الماتريال اللي يتنقلوا به خاصه السيارات الاداريه نقطه استفهام كبيره في عديد من المراكز الامنيه في ولايتنا بالعموم. مشكور جدا منتصر على مختلف التفاصيل هذيا، نقص في ماده السميد والفرينه في جهه نابل والحمامات، البراكاج واللي صار لي بطبيعه لي شحنت نقل السميد والفرينه يقول اني تهبط في المواد هذيا الجروسيست وتم السطو عليها. قل لي منتصر كان فما حاجه اخرى؟ ظاهرة اخرى زاد تم تسجيلها المده الاخرى في الحمامات اللي هي سرقه السيارات الخاصه. الناس تمشي تهبط البحر باش تعوم تخرج ما تجدش في كرهبته، ما يوجدش كرهبته معناتها في اسبوع ما يلقاش كرهبته ولا يلقى كرهبته مكسره. لا لا ما يوجدش، لا مكسره هذيك براتيكمون كل يوم معناتها مش اشكال معناتها هذيك سرقه هذه الوحدات الامنيه والشرطه الفنيه اللي قاعده تبذل في مجهود كبير برشا تاخذ في البصمات وقاعدين يجتهدوا باش يتعرف على المجموعات هذه، ولو انه معناتها حتى باللي كاميرات سيرفايونس يشوفوهم لابسين كاسكيت وبافيت ولينيت وديغون في ايديهم. دونك ربي مع الشرطه الفنيه لا محترفين هذوما لا محترفين شنو ولات الكهرباء كامله ما عادش موجوده على خاطر هذا حد اتصالنا بعض المصادر الخاصه اكدت لنا انه اكيد يستعملوا في ديزاباري مش هذوما اللي انت في بالك نزلت على كهرباء سكرتها ان هي تبقى محلوله على خاطر هو وقتها سايب فريكونس سبيسيال باش المفتاح ما عادش تيكومونيك مع الكهرباء وهكا يركب في الكهرباء ويركب اباري جديده. وتعرف لي زاباري هذوما اللي خدموا الكهرباء معناتها الكتير كود موجودين معناتها على الانترنت يبيعوا فيهم 70 دينار مش غاليين برشا مع ابليكاسيون صغيره في التليفون، دونك يخدم الكهرباء ويمشي. الظاهره هذه تم تسجيل كما قلت لك الاسبوع اللي فات اربع سيارات في الحمامات وماشي الظاهرة تتفاقم، كانت من الاول متستهدف الكاميونات في ولايتنا بالعموما اللي نسموهم احنا كيما النسيجي واللي خدمنا عليهم سابقا. السيارات الخاصه هي المستهدفه. تصور انت انسان جاي من اي نقطه من تراب الجمهوريه معاه صغيرات وفرحانين بالبحر باش يعوم وباش يخرج ليكو يخرج يمشي ما يلقاش كرهبته ما يجيش كرهبته. والله مساله انا نوعدك انه نرجعوا لها في حلقات قادمه من مع الناس، نقطه مهمه انه عصابات منظمه هذه تستغل التقنيات الحديثه والتكنولوجيا باش تقوم بعمليات جنبه حتى بعد ما يجهزوا السياره يتجنبوا الشوارع اللي فيها الكاميرا. دونك ناس مخططه وتعرف ايش تعمل تخطيط محكم. علاش انا قلت عصابه منظمه؟ هذه عصابه منظمه لسرقه السيارات، يعني نتحولوا من براكاج
وسلب لي يعني شاحنة للسميد والفرينة ونمشي ونحكيه على سرقة سيارات في ولاية نابل. أكيد احنا نعرضوا الجهود الأمنية وناخذوا معاك أي تفاصيل ممكنة في الموضوع هذا نرجع له بأكثر تفاصيل إذا كان تتوفر بطبيعة المعطيات. مشكور جدا مراسلنا من نابل منتصر سيسي. احنا مازلنا باش نكملوا معاكم في مع الناس نحكيه بعد شوية على حق الرد من ديوان التطهير في موضوع البلوعات ونرجع له بأكثر تفاصيل، ولكن زادة باش نرجعوا للعودة المدرسية والاستعدادات النفسية. مهم جدا انه نحكيه على الاستعدادات النفسية للتلاميذ يعني ايام قبل العودة المدرسية. فاصل غنائي صغير ونرجع معاكم في مع الناس. 10:34 من يافا محلى راديو، مازلنا مواصلين في مع الناس من توا حتى للحديث معكم أسامة صافي من قدام الميكرو في تعويض زميلتي جيهان بن عبد الله. ونحب نذكركم للناس اللي تلوج على الضحكه والذمار، موعدكم باش يكون نهار 31 اوت في المسرح الاثري بقرطاج مع الكوميدي الفرنسي رضوان بغرب. اذا تحبوا تكونوا بتبيعه من بين الحاضرين وتربحوا معنا دعوات لحضور العرض هذا وتستمتعوا بالكوميديا والضحك ما عليكم كانت، كلمونا على 31 380 ألف، كلمونا على 31 380 ألف. بعد شوية باش تربحوا معنا دعوات لحضور عرض الكوميدي الفرنسي رضوان بوغابة. احنا يعني قبل هذي باش نمشيو قبل ما نربحوا بتبيعه دعوات باش نمشيو نحكيو على الاستعدادات النفسية للعودة المدرسية. نعرفوا اللي العودة المدرسية على الأبواب، التلام ده بطبيعة بعد عطلة الصيف باش يصير تغيير، فما يعني تغير من حالة نفسية إلى حالة أخرى. دونك مهم جدا أنه نحكيه على الاستعدادات النفسية، على الالتزام الذهني الجيد للعودة المدرسية، لأنه هو المحدد لمصير السنة الدراسية بالكامل بالنسبة للتلامذة. يما يتأقلم مع محيطه جديد إذا كان بتاتر يتعدى من مدرسة ابتدائية الكوليج ولا من كوليج الليسي، فما ضغط وفما توتر وفما شعور بالإخفاق بعض الأحيان. الكل كيفاش نتجاوزوه؟ احنا معانا بطبيعة الحال الدكتور الحبيب لوحيشي، دكتور في علم النفس، اللي باش ناخذوا من عنده بعض النصايح والمعطيات فيما يخص الاستعداد النفسي للعودة المدرسية. صباح الفل دكتور ومرحبا بك في مع الناس. أهلا بكم، صباح الخير، السلام عليكم أنتم وكل مستمعيني. شكرا وربي يخليك دكتور. كنت نحكي بطبيعة الحال على لي باساج وكنت أسمع فيها. دونك فما استعداد نفسي خاص للعودة المدرسية بالنسبة للتلامذة والأولياء زادة نجم نقوله؟ هو الحقيقة ماذا بي ما يسمعوش بكلمة مدرسة. ماذا بيك ما يسمعوش؟ سامحني، ما يسمعوش بكلمة مدرسة. علاش هما راجعين ليه؟ فما برشا تلامذة فرحانين بالعودة المدرسية. نعم ان شاء الله يكونوا فرحانين زال خاطر مصارف الرغبة في الدراسة ورغبة في المدرسة بالنسبة لي هما في قل يروها حتى متصورات. هي مسؤولية بطبيعة الحال، اكيد انه اي حاجة فيها مسؤولية فيها ثقل نفسي وثقل ذهني. دونك وصلنا عاشوا في اوقات معينة عنا والحسن في مكتب الظروف في المدرسة بشكل عام وفي المؤسسة التربوية كان عدم شوية الاستقرار وكذا وقت التخوفات اللي وقعت وفي الاعداد الحزبت وفي المناع التغيبات على المعلمين وأنا يعني الحقيقة المدرسة تعاني شوية في الجانب هذا، وبالتالي يسمح لي أحس على نفسية التلميذ مع شيخة ومجانس مع شيخة كيف مع شيخة من كثير ونفحة هو تو حتى في الدراسات اللي عملوها. أنا ساعات كي تصل الشاب نقول له تمشي الليسيد واش تمشي؟ قال لك نشوف صحابي. اي هاي حاجه باهي انه باش يقابل اصحابه انه باش يرجع للنسق نتاع يخرج يمشي يقرا ويقابل عباد وكل بتاتر فما برشا يقرا بالدزام. انا نتمشى يعني حقيقه يلزم تتراجع برشا حاجات في مستوى هي. تعطينا شنو اللي لازم يتراجع مثلا على المستوى النفسي والذهني مثلا في اختصاصك؟ اولا الحقيقه لازم معناها بالنسبه للاثار التربويه أنا نعمل برشا على الإطار التربوي، بقات أنا نتكلم عن المواقف تاع الأولياء وكذلك. الإطار التربوي كي يبدا أنا أعرف الإشكالية نتاع المؤسسة وتبدأ المؤسسة التربوية كذلك إداريا معناها تبدا في تناغم مع المربين
ويتفاعلوا معاهم بشكل أنا فرحنا يعاونوهم ويعطيهم الإمكانية باش نجم يتصرفوا مع الأطفال الشباب من الكومنتي باش يحتويهم. يعني كي تبدا القبول ثم مسألة القبول هذه والرغبة في أنا في التدريس وفي الحقيقة أنا عين شوية فهمتي حتى نفسانيين يخدموا تحت ضغط. هي تعطينا بعض النصائح دكتور مثلا نصائح مهمة ديزاستوس اللي نجموا مثلا نحذروا بهم الجانب النفسي والذهني؟ بالنسبه للفران الشيخ هما يخرجوا بعقليه معينه الفران بالنسبه لي تم العود المدرسي تسمى مصروف وفلوس وفي حل نتاع هاكي الغلاء الى اخره. دونك بالنسبه لهم هذا الحاجه ثم التواصل زاد ايضا شويه. سالت انا الرغبه نتاع الصغار انا مش كثيره برشا باش انا يرجع للدراسه دونك يلزم انا برشا صبر وبرشا انا تشابيل وبرشا انا تحلي تسمحنا بال ايجابيه بمفهوم ان الانسان يسال بالامر هذا من غير التوترات من غير عنف من غير رش وكل شيء. سورتو العنف اللي انتشر في المحيط المدرسي معني حاجه بالحق محيره ومحيره جدا. دكتور التلاميذ اللي خايفين من الاخفاق بتاتر عملوا نتائج مدرسيه ماهيش معناها قد انتظاراتهم في الموسم السابق وداخلين على موسم جديد، العباد اللي داخلين على مش عارف انا مثلا سيزيام نوفيام المراحل المهمه في الدراسه هذه، كيفاش هل التوتر والخوف من المستقبل ومن الاخفاق كيفاش نجموا نخفضوا منه عند التلميذ؟ لا يقولك الحكايه هذه راهو احنا تو خاطر كبار مؤثرين في نفس الوقت من الاولياء لونسيونيون والمربين الكل مفروض معناها هي مسؤوليه فهمتي بطبيعه المسؤوليه كيف تبدا هما بالنسبه لنا فاهمينها كما ينبغي وقابلينها ومتحملين الضغوطات الموجوده في الاداره الى اخره. لازم معناها العلاقه البيداغوجيه والعلاقه التربويه تتبدل ما بين معناها لونسيونيون ولونسيوني فهمتي ما بين المربي ما بين التلميذ. لازم معناها المربين يتحملوا شويه دي معناها نقول احنا يقبلوهم ويسيسوهم شويه خاطر هما للاسف هذوما في وضعيات منها صعبه شويه. ومسألة كيف صغير كيف المربي يحبك كشاب وتلميذ وطالب ولا الى اخره يحبه بمفهوم الحب يعني يولي يقبل منه بسهوله او يولي هو بطبيعته يحبه ويقبل على الدرس وما عادش ثم نفور فهمتي وكذا بتاع المواقف هذه كلها تدخل في نجاح معناها السنه الدراسيه وغيرها وفي القرايه وفي التعلم عملية التعلم. دونك معناها الحقيقة شوية يجب نضافوا برشا جهود مشتركة ويكون معناها ثم تفاهم وثم انفتاح معناها تاع المؤسسة التربوية على الأسرة كذلك ثم هي بيد الشهودات في نفس الوقت يلزمها تكشف معناها الوضعية نتاع اللي فراء وتكون زاد كذلك المؤسسة التربوية أكثر منها تنشيطية معناها اللي يكون فيها مجالات نتاع الترفيه ومجالات نتاع الرياضة ما تكونش فقط للتعلم في عملية التعلم هذه كي تبدا حتى شيحة معناها تولي ما تتعداش برشا ممتاز خاطر دائما أول بدات نحبوا الأمبيونس ونحبوا كذا بالطبيعة الوضعيات كانت مريحة وبالتالي معناها راح تسمى برشا مجهودات برشا جاي جهد متفاهم يقراوا يعاونوا شوية في الجانب هذا باش معناها ثم التواصل ما بين مجهود مشترك بين مختلف الاطراف دكتور مشترك يكون مدروس وفاهمين واحنا فاش قاعدين نعملوا يجب نهزوا شويه نحمل على اكتافنا تريح ما خاطر لانه هذوك وليداتنا وصغيراتنا يجب نشكروا هذاك هو خاطر الوقت هذا الوضع اللي احنا فيه حتى تغير المعطيات معناها نتاع تغيير معناها النطاق نتاع العمل والخدمه والبدائل والبيداغوجيه
واضح، مشكور جدا على مختلف النصائح هذه، مجهود يعني كما كان يقول الدكتور الحبيب الوحيشي دكتور في علم النفس، مجهود مشترك بين مختلف الأطراف، تلمذ بيدهم الأولياء والإطار التربوي ومختلف الأطراف المداخلة في الموضوع هذا. شكرا لك دكتور على مختلف النصائح اللي قدمتهم لنا على هالطرح العلمي الدقيق لكل الظواهر والاستعدادات النفسية اللي نجموا يعني يواجهها التلميذ. مشكور جدا دكتور، مشكور إداركم مهم جدا في الإعلام، أنا فهمت حتى اللي يقولوا كالك شيء يعني مهم جدا في تبدأ يسمعوا لفراء حاجات كما هكا وكذا وينشرحوا شوية ويقولوا هكا ما نشر حدنا نعيشين أزمة فهمتني وفراء وكذا كذا 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 نعطيهم قيمتهم ونعطيهم قدرها ونعطيهم كذا كذا حتى المؤشر الترويج بتعطيهم المهابة اللي كانت عندهم وفهمتني فما برش حاجات لازم تتراجع باش معناها ننهض بالتعليم والتعلم. هذا هو الهدف الرئيسي بطبيعه الحال، انه نخليه منظومه تربويه متوازنه بين مختلف الاطراف، بين الاطار التربوي، بين الاولياء وبين التلاميذ، وما نشوفوش صراعات وما نشوفوش منسوب عنف كما شفناه بتاتر في مواسم سابقه. احنا بطبيعه حكينا على العوده المدرسيه لانه من المهم نحكيه على مواضيع كيما هكا ايام قبل استقبال العوده المدرسيه، والعائلات اليوم قاعدة تحضر في رواحة للعودة هذية قريبا نورمالمون نهار 15 سبتمبر نرجع نشوف التلامذة والطلبة في شوارعنا قدام مدارسنا ومعاهدنا ومدارسنا الإعدادية. مشكور جدا سي الحبيب الوحيشي الدكتور في علم النفس على مختلف النصايح اللي قدمهمنا. احنا باش نمشيو بكم للحمامات باش ناخذوا حق الرد من ديوان التطهير على موضوع كنا حكينا فيه في الويكاند، الموضوع تحكي فيه لهنا في إيفام، وحكينا على تسجيل عديد والعدد من الإصابات في صفوف متسكني مدينة الحمامات وزوارها بسبب ما أفاد به مراسلنا في المنطقة اللي قال إنه فما بلوعة تابعة للإدارة الجهوية لديوان التطهير الأغطية المخصصة لها تأكل جزء منها ولا ماهيش موجودة، مما أدى إلى إصابات وسقوط البعض في عدد من البلوعات هذه. احنا معنا السيد بشير بن يوسف المدير الجهوي للتطهير بنابل. مرحبا بك سي بشير، صباح النور. مرحبا ومرحبا بالمستمعين. مرحبا وربي يخليك. دونك تعقيبا على اللي حكينا لهنا فيما يخص البلوعات في مدينة نابل وأحوازها واللي أفادنا به مراسلنا في ولاية نابل، شنو هو اللي ينجم يوضح اليوم ديوان التطهير فيما يخص المسألة هذه؟ شكرا دكتور اسامه. هو مش حق الرد لكن توضيح، هو توضيح اكثر من حق الرد. هو حق امراه وحق الرد مكفول، وانت باش توضح لنا المساله كمدير جهوي للتطهير، وبطبيعه انت مطلع على مختلف التفاصيل فيما يخص تجهيزات ديوان التطهير في مدينه نابل. شكرا سي اسامه. بالنسبه للمواد الاوليه اللي هي قروات او اغطيه اسمنتيه او اغطيه حديديه لثغرات المراقبه او صندوق الربط، المواد الأولية احنا عندنا مغازة جهوية يتم فيها تخزين المواد الأولية هاي. وبالتالي إذا كان أي مدينة من المدن لابل حمامات أو كامل مرجع ولاية لابل اللي ترجع بالنظر للإدارة الجهوية يتم شلب المواد هذه من المخازن الجهوي. نحكيه على الأغطية حديدية تاع ثغرات المراقبة، ما تتنجم يصير تعدي عليها كاميون وإلا صار عطب لسبب أو لآخر، احنا دينا المعلومة وندخله على عين المكان بالمخزون المحلي في سواء مدينة حمامات أو مدينة نابل أو أحد مدن الولاية تابع مرجع الإدارة الجهوية دينات. خلينا نتفق على حاجة قبل سي بشير، هل إنه التشخيص اللي قام به مراسلنا انه فما بعض البلوعات المفتوحه اليوم اللي متاكله، هل هذا موجود على الاقل ولا لا؟ وما في انتظار انه يصير اصلاح ولا تلافي لهالنقص الموجود في اغطيه البلوعات؟ هو سي اسامه احنا كيفاش نعرف فما بلوعات ناقصه اغطيه او اغطيه متكسره؟ بلاغات المواطنين، عن طريق بلاغات المواطنين والا بلاغات العوائل اللي ياها من غدوره والا عن طريق التواصل الاجتماعي او عن طريق الاخوان الصحفيين. الى ما احنا كي يصور ابلاغنا بغطاء مكسر، معناتها سمعه مكسر،
لسبب أو لآخر مكسر شوية أو بيا خضرت وصغرت مراقبة بدون غطاء ولي خطر جزي. احنا الحمد لله إلى حد الساعة ما صارش إعلامنا بصغرة مراقبة بدون غطاء بدون غطاء معنا حتى ريكلاماسيون أو بلاغ من أي مواطن ولا من ذاكر. يبقى الأغطية بتاع صناديق الرب اللي هي الأغطية الإسمنتي صناديق الرب تانيهم بالضبط باش يفهموهم العباد اللي يجي قدام المسك مو فهم احنا داكور ايه واضح في الكياس وصندوق الرابط اللي هو بجنب الغطاء الاسمنتي هذاك معناه مش الحديدي اي فمعنا غطاء اسمنتي وعنا غطاء حديدي واضح الزوز هذا الزوز هذا احنا نعمله مخزون بالمخزن المحلي وعنا مخزن جهوي وفي صورة نقصان المخزون هذا نجيبه من المخزن المركزي عنا مخازن مركزية نجيبه منه دوك كي وصلنا البلاغ وانا كمدير جهوي في ولاية نابل وخلينا نقول معناته اذا كان عندنا المحلي عنده مكتب قبول البلاغات عندنا الرقم اللي حاطه الديوان 18 20 عندنا الاداره الجهويه اي كان خاطر احنا مكتارف عندنا تقريبا 15000 ثغره مراقبه في الولايه دونك اذا كان يوصلنا البلاغ مطالبين بالقانون وبالواجب وبال إيه عملتوش جولة تفقدية على الأقل عملتوش احنا يومين احنا الفرق متاعنا يدوروا أسامة الفرق متاعنا يخدموا يوميا وجينا البلاغات متاع المواطنين للإنشادات أو لسيلانية مستعملة أو لعاطب الماء ندور في اليوم ما تجمش دور المدينة كامل شنو نعمل احنا الفرق متاعنا إذا كان جاء بلاغ نمشي ونهزه غطاء اسمنتي او غطاء حديدي ونحطوه اذا كان مواطن او اخوة الصحفيين علموا على غطاء او حديدة او اسمنتي او قناة ينجم يكون حتى قنوات تتكسر تولي فما حفرة في الكياس هذيك ندخلوا فيها ونمشوا على عين المكان الغطاء المكسر نحاولوا بدله دونك احنا اش نقول الخيان احنا عنا تقريبا 15000 صغرة مراقب عنا تقريبا 100000 صندوق رب في الولاية كان هذا احنا مطالبين موجودين لخيان عظم هل كإدارة جهوية وانا كالمسؤول له في الإدارة الجهوية والخيان في الفروع كل اللي عنده يشوف غطاء او قناة مكسرة احنا موجودين واحنا الفريق متاعنا بطبيعتها عنا فريق في كل مدينة يدور اذا كان احنا اولاد الديوان تشوفوا غطاء مكسر ما بدلوهوش واجبنا بعد بطبيعه الحال لتلافي النقص ومش ما تلزمنا نبدلوه فينا واضح واضح مشكور جدا السيد بشير بن يوسف المدير الجهوي لديوان التطهير بنابل على مختلف الإيضاحات هذيا النقائص موجودة في مختلف القطاعات مش كان في أغطية البالوعات والحوادث تنجم تصير راهو في أي جهة من الجهات احنا بتاتر بلغنا على بعض النقائص في جهة نابل وبطبيعة الحال السيد المدير الجهوي للتطهير بنابل يأكد أنه فرق المراقبة قاعدة تقوم بدورها وتتلافى فيها النقص إذا كان موجود في أغطية البالوعات بطبيعة الحال باش نتجنبوا أي حوادث نجموا يتعرضوا لها المواطنين في نابل والحمامات وحتى الزوار والمصطفين. مشكور جدا على التوضيحات اللي قدم هنا هذه كل بعد شوية ناخذوا لغانيون الرابحين معانا في مسابقتنا في عرض على العرض الكوميدي في مهرجان كارتاج في مسرح كارتاج بلوتو نهار 31 أوت مع الكوميدي الفرنسي رضوان بوغابة. قبل هذا فاصل شهري قصير وناخذوا الرابحين معانا في المسابقة هذه على إيفان أحلى راديو يا فهم أحلى راديو. وصلنا لآخر حلقتنا 10:53 توا باش نحكيو مع الناس اللي تلوج على الضحكة وذمار وتستنى في موعد 31 أوت في المسرح الأثري بقرطاج مع الكوميدي الفرنسي رضوان بوغابة. العباد اللي كلمونا على 31 380 ألف وأولهم حسام بن جمعة من البحيرة من هنا بحذينا جارنا. سي حسام صباح الفل. صباح الورد صباح الفل صباح الياسمين. مرحبا كلمتنا على 31 380 ألف. اي اكيد بيان سور نحكيو على عرض الكوميدي الفرنسي رضوان بوغابة. انت تتكلم فينا من لاك ان قلت لي حسين من لاك ان جيري من لاك ان بحذينا به
باش يربح معانا. نعطي معلومة، راهو قعدت برشا برشا ديما نشارك وعمري ما تحصلت عليكم، مش خاطر جيران معناها باش تحصلت عليكم. لا لا الحكاية ما عندها حتى علاقة بالجيرة. مرحبا بيك. دونك أنت حاولت وطلبت أكثر من مرة على 31380000 أكثر من مرة، واليوم أسعفك الحظ باش تشارك معانا وإن شاء الله تربح معانا دعوة لحضور العرض نتاع نهار 31 أوت في المسرح الأثري بقرطاجة. ما قبل هذا لازمك تجاوبنا على السؤال السهل جدا اللي يقول وقتاش باش يكون عرض رضوان بوغابة في كرتاج؟ نهار 31 اللي هو يجي نهار شنو؟ نهار حد نورمال ما 31 أوت يجي نهار حد. نهار حد ولا نهار جمعة ما يتلزمك 31 أو سهل فهمتني. احنا اليوم ركز يا حسام عايش خويا ركز. اليوم اثنين قد ايه؟ 28 غدوة 3 29 4 30 4 خميس 31 نهار الخميس. صحيت نهار الخميس يا حسام، عليك نور ومبروك عليك دعوة لحضور عرض الكوميدي رضوان بوغابة. شكون باش تهز معاك حسام ولا باش تمشي وحدك ولا؟ لا باش نهز معايا، لا باش نهز معايا صديقي ولد عمي جهاد. صديقك ولد عمك جهاد؟ الاختيار علاش؟ صديقك جهاد. علاش الاختيار؟ علاش من الناس الكل مثلا من العائله الكل اخترت صديقك ولد عمك جهاد؟ باش يسامح خاطر اعز عبد عندي في العائله. ما شاء الله. باهي. فهمتني؟ باهي. بيه. ما فهميش خطيبة حبيبة صديقة؟ لا فما بيان سور فما. كتوا باش اسمعني باش تتغشش علينا وبجل صاحبه وانا انساني وكذا وما نحبش نعمل مشاكل. اما اخويا انت ادرى. لا 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 الناس الكل يعرف والعالم يعرف اني جهادي يتعدى قبل الناس الكل حقا للحق بيان سور ابار امي وبابا جهاد وباقي العالم معناها. باهي انت خويا بجلت صديقك وبالرسمي ربي يدوم عشرتكم محليكم يا حسام ومبروك عليك بتبيع دوز انفيتاسيون باش تحضر عرض الكوميدي الفرنسي رضوان بوغابة في كرتاج. مبروك عليك من جديد ان شاء الله نهارك زين حسام بن جمعة من لاك ان. نمشي ولا الرابحة الثانية معانا عريت العدالة كيفاش احنا ناخذ ذكر وانثى. نمشي والمدام شدلية خسيلة ماهيش بعيدة ياسر على حسام، هي من هنا من ارينا من تونس العاصمة. مدام شدلية صباح النور. عافيه صباح الخير. صباح الفل ونهارك زين. اللقب صحيح خسيله خليله وي خليله خسيله خميله خميله باهي مدام شدليه خميله صلح لنا يا شيحه. مدام شدليه خميله باش تحاول انها زاده تجاوبنا على السؤال. خلينا نتعرفوا عليك قبل السؤال. ساعه شنو تعمل في الدنيا؟ انا استاذه بوزاره المراه. استاذه بوزاره المراه ما شاء الله. مختصة في الطفولة. صحيح مختصة في الطفولة. مختصة في الطفولة يا عيني. مهم جدا هالاختصاص هذايا في تربية الناشئة. وفرحانين اللي انت معانا مدام شدلية. وبتبيع نحبوا نربحوك زوز دعوات لحضور العرض الكوميدي لرضوان بوغابة. اما جوز تقول لي المناسبة. سؤال صعيب ياسر. العرض هذايا وين باش يكون بالضبط؟ في مسرح كرتاج، مسرح الأثري بكرتاج. في المسرح الأثري. 31 أوت. معنا وقت؟ 9 نصدر من المرة 9 نصدر. احنا مش نكونوا من الخمسة غادي. وقت اللي يطلع رضوان سيوخسين يبدأ العرض لو 31 أوت 2023 في مسرح كرتاج الأثري. إجابة صحيحة ومبروك عليك مدام شدلية. ربحت معنا دوز انفيتاسيون باش تتمتعوا بالشيخ وبالضحكة. ما جوز تقول لي اشكون باش تهز معاك هذا السؤال ولدي. اللي ولدي منامور. ولدك منامور بيه حسام بجل صاحبي خذي الباك خطر سنة وان شاء الله ربي. هذا اخزر هذا واحد من بين الكادوات متاع نجاحه في الباك. ما نصورش أي. هذا الكادو الوحيد قد هديت له من كادو ولدك برشا والله. تو بيانتو ماشي تركيا ان شاء الله لاسطنبول عنده رحلة فواياج كادو من عندي لسانك ماشي تركيا يرجع لأونس ان شاء الله. ان شاء الله الناجحين الكل يمشي لتركيا يتفرهد ويحضر معاك في كرتاج ويضحك. مبروك عليك مدام ومبروك على ولدك ان شاء الله ديما مشرفك وان شاء الله ديما ناجح ومتفوق. مرسي للناس اللي كلمتنا على 31380000 وانيسه مكشاح ماهيش مخليتني نركز. مبروك الحسين بن جمعه من لك ان شدليه خميله من اريانا. كنت معكم اسامه السعفي من قدام الميكرو في تعويض زميلتي جيهان بن عبد الله. مشكورين جدا
لكيف اللي يرافقوني اليوم، محمد شيحة في الإعداد، خليلو في الإخراج، وسليم بن حمزة في الإخراج الرقمي، سفيان بوهليل يعوض خليلو باش يواصل معاكم بقية برامج جي اف ام. بطبيعة توا نخليكم مع البلونديت الزوز جي جي في الميتيو، وعني سموك شيح في الأخبار. إلى اللقاء غدوة في موعد جديد من مع الناس.